تنطلق هذه الاندفاعات وهذا الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. هسير هناك أيضا مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. الصدارة هناك أيضا سعيد بن نابض بن خيله العامري، ولكن القاهرة هناك أيضا من تتسلل على المقدمة والصدارة والانطلاق الجميل. خادم بن عبد الله بن خادم الكبيسي، هناك من يندفع أيضا مع هذا الشعار ويندفع أيضا مع هذا الاسم الجميل. أتواصل هناك مع المركز الثاني، أتواصل مع مصيحة مسلم بن أحمد بن حمد المزروعي، من يتواجد أيضا مع مصيحة والمركز الثالث. وصول من النشمية، هناك سعيد بن نابت بن خيلة العامري من يتواجد على الكوكب الثلاثية وعلى المركز الثالث. أنتقل مباشرة مع المركز الرابع، رابع التحديات، هناك النويعس سعيد بن خليفة بن سعيد الخيلي من يتواجد هناك مع النويعس وعلى المركز الرابع. المركز الخامس، الوصول هناك أيضا من التحديات والحذرة، هناك عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وصل شعار أبو حمد هناك أيضا مقدما هذه الذلول العملاقة على المركز الخامس. أتابع المركز السادس، أتابع سمحة هناك أيضا من تتواصل على المركز السادس والعثة بالخزع بالعثة العامري، والمركز السابع. سابع المراكز هناك جبارة، الوصول من جبارة محمد بن طماطم بن حمد العامري، هناك من يتواصل على المركز السابع. والمركز الثامن الشاهينية، راشد بن محمد بن حميد بن محمد الاكتبي، والمركز التاسع هناك الدخول والزحف من المراكز الخلفية الشاهينية، سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري راعي الطيارة، وصل هنا مقدما هناك هذا الاسم الشاهينية. والمركز العاشر، هناك التحديات ومن المكان الصعب في هذه اللحظات، وصول من الدوحة، هناك فهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين من يتواجد هناك على المركز العاشر. هكذا النداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة هنا، والباحثة عن الناموس، الباحثة عن المقدمة، الباحثة عن المركز الأول من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أعود والعود أحمد، أعود إلى الصدارة، أعود إلى التحديات، أعود مع الإثارة هناك والمقدمة. الله الله الله، صدارة هذا هناك مع مصيحة، ما زالت مصيحة مسلم بن أحمد بن حمد المزروعي هناك مسيطر سيطرة كاملة، ولكن القاهرة من الجانب الأيمن، القاهرة خادم من عبد الله بن خادم القبيسي، هناك أيضا من يشكل الخطورة هنا أيضا مع هذا الاسم ومع هذا التحدي ومع هذا العرض الجميل. أتابع من الجانب الأيمن، أتابع التحديات والإثارة في هذه اللحظات على المركز الأول هناك. يا سلام يا سلام يا سلام، الإثارة هنا شعار بضبيعة، ولكن بن قرين من يتواجد في هذه اللحظات، أو العثة بالخزع بالعثة العامري هناك ينطلق مع سمحة، هنا أهالي مصانع الجنوب مسيطرين على المركز الأول. أتابع المركز الرابع، النشمية هناك من تتواجد على المركز الرابع، تعود ملكية النشمية سعيد بن نابت بن خيلة العامري. والمركز الخامس، هناك الشاهينية راشد بن محمد بن حميد بن محمد الاكتبي. الأمور في خطر، الأمور في خطر، بدأوا يتواصلون الكبار العمالقة في موقع واحد. أرى هناك الشاهينية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصور، يا سلام، الله الله الله، من القادم هناك الدوحة 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 قادمة هناك منطلقة، بتعود ملكية فهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين من يتواصل هناك مع دوحة الخير، ولكن هناك أيضا عمايل، وصل البطين مع العمايل هناك أيضا في هذا الشوط. علي بن حمد بالبطين المري هناك من يتواجد، البرنس هناك قادم أيضا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، وصل شعار بن عقيل، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع التحديات، مع الانفراد هناك مع الشعارات.
الجميلة والمميزة هنا. ما زال المزروعي، ما زال المزروعي هناك مع مصيحة، يشكل بن هميلة هناك أيضا يشكل الخطورة مع المركز الأول. أتابع المركز الثاني الشاهينية راشد بن محمد بن حميد بن محمد الاكتبي هناك على هذه المراكز بوابة العبور. 1200 متر من لديه زوج فليتقدم، من لديه زوج فليتقدم هنا مع الصدارة. ولكن الشاهينية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري هنا نجم هذا الأسبوع في سن المفاجآت هنا. الله الله الله، الكيل الأخير، الكيل الخطير، دخلنا في الغلاف الجوي، بدينا في العد التنازلي. هناك الدوحة على المركز الرابع فهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين. تحركت الدوحة، تحركت الدوحة في هذه اللحظات. من القادم هنا، هناك ايضا الغزيل بيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري هناك وصل في هذه اللحظات مقدما هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الاسم الغزيل. ولكن اعود هناك مع الصدارة، جولة الاوامر، جولة النهاية هنا مع المقدمة والصدارة. الشاهينية ما زالت الشاهينية. سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري 500 متر الاخيرة. ولكن الدوحة في هذه اللحظات مع المركز الثاني فهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارون. يا سلام، السلام وين؟ السلام وين؟ السلام حاير في هذا الشوط، أين يتجه السلام؟ هل سيبقى في عاصمة الميادين ولا سيغادر؟ ولكن هناك الشاهينية ما زالت، الدوحة هناك، ولكن الطيارة والدوحة في موقع واحد في مسار واحد. سلام إلى العاصمة، سلام هناك إلى أيضا ميدان الوثبة على هذا الحضور الجميل وعلى هذا العرض المميز. ولكن هناك عادت ايضا للمرة الاخيرة هناك الدوحة فهد بن سعيد بن محمد ابو سعيد الخيارين. هناك اعزائي المشاهدين نترك بين المركز الاول والثاني المراكز للاعادة بينما المركز الثالث اتابع هناك ايضا ثالث المراكز في هذه اللحظات حاملة رقم 9 هناك بصيحة مسلم بن أحمد بن حمد المزروعي والمركز الرابع. هناك أيضا الوصول من الدوحة مسالم بن محمد بن طالب بن عقيل بن نابت والمركز الخامس الشاهينية راشد بن محمد بن حميد بن محمد الاكتبي. هكذا النداء للمراكز الخمس الأوائل المتقدمة. أعود إلى هناك أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية عبر سيدة القنوات أبوظبي الرياضية. المركز الأول هناك أيضا سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري الذي تواجد مع الشاهينية مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس مع هذا التوقيت الزمني 7:52 جزئين من الثانية. بينما المركز الثاني الوصول من الدوحة فهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين هناك 7:52 وجزئين من الثانية نفس التوقيت. هناك إذا تقدمت العرض الجميل والعرض المميز. المركز الثالث أيضا حامل هذا التوقيت هو المركز الثالث أعزائي المشاهدين. هناك أيضا مصيحة بسلم بن أحمد بن حمد المزروع 7:53 وفاء وتماما وكمال. تهانينا والناموس للجميع.